أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج صحتك بتهمنا. اليوم بحلقتنا رح نحكي عن البصل، أنواع البصل وفوائده. كمان رح يكون لنا لقاء مع المدرب إلي تيعطينا تمارين رياضية بنقدر نمارسها ببيتنا. وكمان بالفقرة الأخيرة أنا حضرت لكم شوية نصايح تنحسن نوعية نومنا. كمان بحب ذكر أنه نحن ناطرين رسائلكم على البريد الإلكتروني اللي عم بيمرق قدامكم، لأنه هيدا البرنامج هو برنامجكم. أعزائي المشاهدين، مثل ما شايفين قدامنا اليوم رح نحكي عن البصل. البصل هو نبات من الفصيلة التومية، عنده رائحة قوية لأنه بيحتوي على مواد كبريتية طيارة. والبصل مفيد كتير للصحة، وعصيره بيقتل الميكروبات، ووجد بأنه له تأثير إيجابي تيعود إنتاج البنكرياس الضعيف من مادة الأنسولين. إذن هو بيساعد الجسم تيفرز أنسولين في حال البنكرياس كان ضعيف. هو من النباتات ثنائية الحول، يوجد منه نوعين، هن البصل الأبيض أو البصل الأحمر. ما في فرق أبداً بين النوعين من الوجهة الطبية، يعني من منافعه، بس بيختلفوا بالطعمة. والبصل هو من أقدم الخضروات المعروفة عنا لدى الإنسان، بلش استخدامه على غالبية الحضارات بالعالم، وبيتوفر البصل حالياً أما طازة مثل ما شايفين هيدا البصل الأخضر قدامنا، وأما يابس، في يكون مجمد، في يكون معلب، وهيدا اليابس يعني مجفف. كمان بنستخدم البصل عادة مقطع أو بنعمله شرائح وبنحطه بأغلب أنواع مأكولاتنا مثل الأكلات المطبوخة أو بعض من السلطات. بيختلف مزاق البصل، يعني طعمته بتختلف. مرات بيقدر يكون بصل كتير قوي مثل هيدا البصل الأحمر يلي هون، بتكون طعمته كتير قوية وحرة. وكمان في عنا البصل الحلو الأبيض يلي مش عطول عنا إياه بالمواسم، وكمان البصل الأخضر كمان حلو المذاق. أم رح يكون في حل وسط، يعني ولا كتير حلو ولا كتير مر، يلي هيدا البصل يلي هون شوي ورقته صفرة يلي بنستعمله أكتر بالطبخ. كمان في بعض المناطق بياكلوا البصل بطريقة بيكون البصل مخلل، بيستعملوها كوجبة خفيفة. أما بالهند يعتبر البصل من الأصناف الأساسية بالطعام عندهم، وكمان هو أساسي بالمطبخ الهندي لأنه عادة بيستخدموه كأساس للكاري. أما الخواص الطبيعية وفوائده الصحية لهالبصل، منلاقي أنه فعال كتير ضد البرد وأمراض القلب والسكر، كمان بيساعد لهشاشة العظام وأمراض كتيرة تانية. بيحتوي البصل على مركبات ضد الالتهاب وضد الكوليسترول والسرطان وضد الأكسدة. نستخدم البصل بمناطق متعددة بالعالم تنعالج البثور والتقرحات. البصل بدي أذكر أنه مثله مثل الثوم، هن من ذات الفصيلة، من فصيلة الثومية. اثنيناتهم أغنية بالمركبات القوية يلي بتحتوي على الكبريت، وهو يلي بيكون مسؤول عن هالريحة يلي بعض الأحيان منشمها. إذا قصينا البصلة منشوف أنه في ريحة كتير قوية، وبتسبب لنا كمان يمكن ببعض الأوقات أنه ندمع، ينزل دمع من عيوننا. وكمان الثوم ريحته طعمته كتير قوية، كمان هالشي بيرجع للكبريت. وهو من النباتات الغنية بالماء، عن البصل طبعا، بيحتوي على مواد كلوية، وبيعتبر من النباتات المدرة واللي بتمنع تكوين الحصى. بتلين، مفيدة لتمشي الإمعاء، لأنه بتحتوي على كمية كتير كبيرة من الألياف، كما وأنه غني بفيتامين جيم، وبيحتوي على القليل جدا من الفيتامين ألف وباء. وكمان بيحتوي على أملاح معدنية مهمة ولازمة تتبني الجسم مثل الصوديوم، الكالسيوم، فوسفور، المغنيسيوم. وهو غني كتير بمادة كتير مهمة وهي الكروم. هو هيدا الكروم بيساعد الخلايا أنه تستجيب للأنسولين يلي حكينا عنه قبل. كل ما يزيد استهلاكنا للبصل
كل ما قلت كمية الجلوكوز الموجودة وبينت باختبار الجلوكوز يلي هو اختبار بيهدف منه التعرف على سرعة إزالة الجلوكوز من الدم ويستدل منه كمان على الإصابة بالسكر ومقاومة الأنسولين وأحياناً كمان يستخدم للكشف عن نقص سكر الدم. بيؤدي الاستهلاك المنتظم للبصل ليقلل مستويات الكوليسترول المرتفعة وضغط الدم المرتفع وهيدا يلي بيمنع تصلب الشرايين وهيك بيكون بيقلل نوبات القلبية والسكتات القلبية. هل تأثيرات المفيدة مصدرها وجود مركبات الكبريت والكروم وفيتامين B6 يلي بيساعد على منع الأمراض القلبية. البصل هو واحد من الخضروات والفواكه القليلة يلي بتساهم بخفض مخاطر أمراض القلب، مشان هيك كتير مهم أنه نتناولها. وجود العديد من مضادات الالتهاب بالبصل بتخليه يكون مفيد لنا بعلاج أعراض الالتهاب المصاحبة الالتهاب تبع المفاصل والالتهاب الناتج عن الربو. الفيتامين جيم يلي موجود بالبصل بيشتغل أنه يقتل البكتيريا اللي بتضر، وهيك من فوائد البصل بتكون خصوصي أثناء إصابتنا بالبرد. مثل ما شفتوا أعزائي لازم نستخدم البصل بما طبخنا وبما أكلاتنا وخاصة بسلطاتنا. كمان إذا كان متوفر عنا البصل الأخضر كمان بننصح أنه نستعمله أكثر، لأنه البصل اليابس متوفر على مدار السنة بنقدر نستعمله عطول، هيك بنستفيد كمان من البصل الأخضر. وهلأ رح يكون لنا لقاء مع المدرب الرياضي تيعطينا بعض التمارينات، وما تنسوا أعزائنا أنه نحن ناطرين رسائلكم على البريد الإلكتروني يلي عم بيمرق قدامكم على شاشتنا. مرحبا مشاهدينا الكرام، مثل ما شفنا سبق وشفنا بالحلقات السابقه كنا كل مره عم نمرن عضله معينه، اليوم بحلقتنا رح نعطي حركات لعضله البايسبس. ليش اسمها بايسبس؟ لانه مؤلفه من عضلتين، العضله الخارجيه والعضله الداخليه، هو العضلتين بشكلوا عضله البايسبس. فاذا نحن اليوم رح نشغل تقريبا بين الخمسه للست حركات بايسبس، بس قبل رح عطول نعمل وورم اب. الوورم اب هي اساسيه لكل عضله بجسمنا. رح نبلش فاذا اول شيء بما انه اليوم عندنا بايسبس رح نبلش فاذا بعضله البايسبس، نحميها شوي على الخفيف شمال ويمين لقدام لفوق، ايدينا جالسه، ثاني ايد، ايدنا ممدودة على طول، اوكي، بعلي ايدي لفوق، بشد، عظيم، لقدام، لفوق كمان لورا كمان بهالطريقة، بفتح اجري جلس ظهري وشد ايدي لورا، عظيم، في شوي حرك ايدي لقدام بهذا الشكل لفوق، برجع شوي شوي، مرة على الشمال مرة على اليمين، وآخر شيء أكيد بحمي شوي ظهري، بذكر على طول إجري ممدودين ما بطعج ركابي، عظيم. هلا باخذ الاوزان تبعي، اللي ما عنده اوزان او اللي عنده مشكله او وجع بظهره في
يستعمل أوزان خفيفة أو ما يستعمل أوزان، يعملهم من دون وزن. أوكي، بفتح جريب هيدا الشكل، بنزل على ركابة، بشد معدتي، ظهري جالس. واحد، كوعي ثابتين. اثنين، ما بحرك كوعي. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. بما أنه عم بعمل هالحركة إيد إيد، فإذا لازم أعملها ضرب اثنين. يعني إذا عم بعمل 10 مرات بدي أعملها 20، لأنه عم بستعمل الإيدتين. أوكي، نحن عم نعمل ريبيتيشن 15، يعني لازم نعملها 30 مرة. 17 18 19، كوعي ثابتين، كمان 10. أوكي، 6 مور، 6 مرات بعد. جود، عظيم. كمان مرة، 1 2. أوكي، هلأ بحط الأوزان على جنب، باخد الأكس، كمان بنزل بركابة، بطلع بركابة تما إذا ظهري، بفتح إيدي على فتحة خصري من هون، كمان بفتح، بنزل على إجري، بشد معدتي، إيدي ثابتين. 1 2 3 4 5 6 7 8. عم بتنفس. 9 10 11 12 13 14 15. عظيم، بحطهم على جنب، برجع باخد الأوزان، كمان بفتح إجري، بنزل على ركابي، ظهري جالس، بشد معدتي من هون، بدي أعمل هامر بالإيدتين. 1 2، كوعي ثابتين. 3 4 5 6. كل واحد في يستعمل وزن اللي بيناسبه، منك مضطر أو منك مضطر تستعمل أوزان تقيلة أو تأذي حالك. 10، 5 مور، 5 بعد. 4 3 2 1. أوكي، هلأ بحط الويتس على جنب، إذا كنت حسيت شوي بتشنج أو عضلتي تعبت فيي ريحها شوي. كثير مهم نعمل ستريتشنج بين كل حركة وحركة، مش غلط أبدا، بالعكس العضلة بترتاح. عظيم، برجع باخد الوزن، بركع بهيدا الشكل، بحط كوعي على نص فخذي من هون، بلقط وزن بإيدي، ظهري معدتي مشدودين. 1 2. هيدي الحركة اسمها كونسنتريشن أو تركيز، يعني ما فينا نعملها طريقة سريعة، عامهلنا. أوكي، 7 8 9 10 11 12 13 14 15. منغير إجر، كونا على نصف فخذنا من هون. 1 2 3 4 5 6. على طول عم بتنفس. 7 8 9 10 11 12 13 14 15. عظيم، بقوم شوي شوي، برجع هلا باخد البار. اوكي، كمان بفتح اجري، هلا ضيق شوي ايدي لهون، تقريبا ايدي حد فخاده من هون، كوعي لجوا شوي، بعمل 1 2. لاحظتوا كيف لقطتها بالقلب؟ لانه عم شغل البايسبس، بذات الوقت عم شغل ايدي من قدام.
أو لأرمز. سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15. اوكي، هلا من بعد ما كنت شغلت بالاكس برجع بستعمل الوزن. هلا من هون طلع فيه، شو رح اعمل؟ بعمل مره كيرل بالايدتين، مره هامر، مره كيرل، مره هامر، مرة بلف ايدي، مرة بطلعهم جالسين. سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15. اوكي عظيم، كثير منيح. بنزل شوي شوي بظهري، بحطهم بهالشكل، كون قديت بين الخمسة لست حركات، وبعتقد هن كافيين كثير منيح لعضلة مثل البايسبس، لأنه مثل ما بنعرف عضلة البايسبس عضلة صغيرة، منا بحاجة تتمرن أكثر من خمس ست حركات. مثل ما ذكرنا قبل إنه كل حركة فينا نعملها ثلاث مرات، وهذا الشيء كثير كافي. هلا بدنا شوي نعمل ستريتشنج، نرجع نرخي العضلة ونرجع نردها لحالتها الطبيعية. فإذا إيدي ممدودة لقدام، لتحت، ياخذ نفس لبرا، كمان بمد ايدي تاني ايد، لتحت. اكيد عم تحسوا العضلة مشدودة، يمكن شوي اتجاعكم، بس من بعد ما تخلصوا اول حركات التليين رح ترتاحوا كثير. بجيب ايدي لهون كمان وبشدها 10 ثواني، تاني ميل، لقدام، ظهري جالس، لفوق، برق جاي حط بعض، بمد ايدي لفوق شوي شوي، في وقف على راس اصابيعي شوي صغيره. اوكي احسن، لتحت، بفتح اجري بشد ايدي جالسين، ظهري جالس، لتحت، كثير منيح. هلا من هون تشوفوها شوي اكثر، حواف بالعرض بهالطريقه، جلس ظهري، ايدي لورا، بفتح ايدي قد ما في، عظيم، لفوق، بلط ايدي من هون بهيدا الشكل، بسحبها مرة على اليمين، مرة على الشمال، برجع جلس وقفتي، بفتح اجري جالسين، مرخي شوي شوي تريح عضلة الظهر. كمان مرة على اليمين، مرة على الشمال. Thank you. شكرا لكم. مشاهدينا، بتمنى انه تكونوا عم تتابعوا حلقتنا وتمرنتوا مع المدرب الرياضي من لحظات على هالتمارين الفعلا مهمه لجسمنا. هلا بنوصل للفقره الاخيره، وهي يلي حابه اعطيكم بعض النصائح تنقدر نامن لحالنا نوم افضل. هلا الارق مثل ما بنعرف او قله النوم
هو مرض كتير شائع فينا نسميه مرض، لأنه في كتير ناس أو أشخاص عم بيعانوا منه أكتر وأكتر، خاصة بسبب حياتنا اليومية وفي تعب عنا وكل هالأشياء يلي عم بنمارسها بالنهار عم بتخلينا يشتغل عقلنا وما نقدر ننام بالليل. قلة النوم لشو بتأدي؟ قلة النوم بتأدي لعدم الإنتاجية، تاني نهار مزاجنا بيكون سيء، ما بنقدر نعطي شو ما بدنا، منعصب حوالينا العالم ونحنا كمان منكون معصبين، وكمان بيؤدي لإرهاق جسدي كتير قوي. فشو فينا نعمل نحنا تنحسن طريقة نومنا؟ من أفضل الأشياء اللي بنعملها هي أنه قبل ما نيجي تنام بشي ساعتين ما ناكل أشياء تقيلة على المعدة، وما نشرب مشروبات أو سوائل بتسبب التنبه مثل الكافيين أو مواد فيها نيكوتين، أكيد ما لازم ندخن. يعني تقريباً قبل بساعتين لازم ما نكون نشرب ولا ناكل شيء، لأنه كمان هالأكلات إذا كانوا تقال على معدتنا ما رح يخلونا ننام، وكمان رح يكونوا يقعدوا ببطننا ويسببوا لنا دهون. فبس ننصح أنه نشرب ماء قبل ما ننام، هيدا الشيء كمان بيسهل النوم. نقطة تانية كتير مهمة، وهي أنه كمان إذا ما عم نقدر ننام لازم نشوف بيئتنا، يعني هل أوضة عنا هل هي مريحة، هل عم بيوصل لها ضوء، يا ترى مشان هيك ما عم نقدر ننام. لازم نشوف نحنا إذا الفرشة مريحة تبعنا، المخدة اللي مننام عليها، لازم كل هالأشياء هالعوامل تكون مأمنة لإلنا، ويكون الجو شوي بارد ويكون مظلم تنقدر يأملنا فعلا منطقة منيحة تنقدر ننام. كمان في نقطة كتير مهمة، وهي أنه النوم شيء طبيعي، أبدا ما لازم نستخدم أدوية تنام، لأنه أدوية النوم كمان عندها عوارض أخرى بتسبب لنا غير مشاكل. فمن الأفضل نحن نتبع شوية إرشادات تنقدر ننام أحسن مما ناخد حبوب. كمان كتير مهم وقت نجي ننام ما ندور جهاز التلفزة ونحضر شي فيلم عليه، لأنه ممكن هالشي يخلينا نشغل عقلنا وفكرنا أكتر ويمنعنا من النوم. بالعكس لازم نحط بركة نسترخي، نحط موسيقى شوي رايقة، ونحضر عقلنا وجسمنا تيسترخي قبل النوم، وهيك بهالطريقة شوي مننام أفضل. كمان أعزائي بالنسبة للتمارين الرياضية، ينصح أنه ما نعمل تمارين رياضية بالليل قبل ما ننام دغري، من الأفضل أنه نعمل تماريننا الرياضية خلال النهار، وهيك بحس جسمنا بالتعب وعقلنا بحضر حاله أنه نحن بالفترة اللي رايحين فيها على البيت بدنا نروح ننام. كمان نقطة كتير أساسية هي أنه إذا نحن قعدنا بالبيت فترات طويلة بالنهار، أو إذا كنا كتير تعبانين بشغلنا ورجعنا بكير على البيت، من الأفضل إذا شعرنا بالنوم ما نحط راسنا وننام، لأنه بهالطريقة منكون عم ناخد قسط من الراحة بالنهار، وهيك منعوي جسمنا أنه ننام بالنهار مش بالليل. الأفضل أنه نخلي حالنا واعيين تيصير وقت النوم، حتى لو اضطرينا أنه ننام بكير ما نسهر بالليل. وهيك أصدقائنا بكون عطيتكم شوية نصايح تتحولوا طريقة نومكم لطريقة أفضل ومريحة لإلكم. كمان بحب أتشكر كل أصدقائنا يلي عم بيرسلونا على الإيميل يلي عم يمرق قدامكم على الشاشة، وبشجعكم أنه تكفوا اقتراحاتكم واستفساراتكم على برنامجنا، لأنه هيدا البرنامج برنامجكم. نشكركم كتير لأنكم تبعتونا وانطرونا بالحلقات الجاية.